تفاديا للندرة وضمانا للوفرة. المركب الصناعي التجاري لإنتاج السميد المتواجد ببلدية الحروش في ولاية سكيكدا سخر كافة إمكانياته المادية والبشرية على مستوى مطاحن المركب للرفع من مستوى الطاقة الإنتاجية من مادة السميد ذات الاستهلاك الواسع تحسبا لشهر رمضان الفضيل بقدرة 1000 قنطار يومي، أين تتم استخلاص هذا الإنتاج ونوفره للمواطن بنسبة 460 قنطار سميد تابع للاستهلاك. من جهتها مصالح التجارة وترقية الصادرات بالولاية تطمئن المواطنين بوفرة المادة في ظل سعي مركب نحو الرفع من القدرة الإنتاجية اليومية. نحاول بتوازي نحاول إيصال هذه المادة الحيوية إلى كافة تراب الولاية عن طريق هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، تجار جبنة، تجار تزيئة، وكذا نقاط البيع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المركب الصناعي التجاري بالحروش يستقبل كميات المعتبرة من منتوج مادة السميد من مطاحن بعض الولايات المجاورة لتغطية الطلب المحلي.